السلام عليكم ورحمة الله. اليوم آخر يوم لنا في صلالة وبنروح. كيف كانت رحلتكم لصلالة علاوي؟ حبيت الرحلة؟ باكر بنروح. أيوة أنت سعيد وينك؟ يلا زين بنلعب تحدي بسيط. شوف في معنى سلتين. الوحدة من السلال نعتبرها هي عبارة عن لغم ممكن ينفجر في أي لحظة. عشان نعطل هذا اللغم لازم نرفعه من مكانه ونخليه داخل السلة الثانية. فالحين احنا معنا مطلوب منا ان نرفع هذه السلة وندخلها في السلة الثانية باستخدام هذا الحبل وبشرط تكونوا برا الدائرة. شوف هنا في دائرة هي ما واضحة الحين وايد، بس شوف هي واضحة بخط خفيف يعني، فانا بنبهكم اذا انتم دخلتوا في الدائرة. أبطل. هي عادي أي وحدة، أهم شيء ترفع وحدة بدون ما تدخلوا في الدائرة وتدخلوها في الثانية. يلا ابدأ ويلا، أهم شيء تروحوا بعيد برا الدائرة. هي مع بعض ترى، تتعاونوا مع بعض. إذا استوى خلاف تخسرون، لازم في هذه اللعبة مطلوب التعاون. تفكروا كيف ممكن تنفذوا هذه اللعبة. بطلون من الحين بدينا. برا الدائرة اسكنوا برا الدائرة. دائما في خلاف ما بتنجحوا، هذا يعتبر لغم وخطير ممكن ينفجر في أي لحظة. إذا ما نجحتوا ما بنروح الأتلانتس، مدينة أتلانتس. إذا ما نجحتوا ما بنروح مدينة أتلانتس. بطلون اطلعي برا الدائرة بطلون. سعيد خبرهم شو انتم بتسووا أساسا، سعيد خبرهم بالفكرة. ايوه اوكي نجحتوا. ابوي هو زين بس بطلين كان تخرب علينا شويه، بس خلاص شفت كيف. هذا التحدي بسيط وسهل وخلص. شو علاوي هذا سعيد يوم كان يسوي يقول بطل بطل، انا جالس اقول له هو يبطل لاني ابي بطل عشان شلك. خلاص اهم شيء انكم نجحتوا. تحدي غيره ان شاء الله. شفتوا نجحنا، خلصنا التحدي بسرعة. هذا آخر يوم حلنا في صلالة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. شوفوا الطم. باي. مع السلامة.